الثانية فجراً تم استهداف مشفى كفر ضخاري من جراحي بصاروخين فراغيات، مما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين والمصابين الذين كانوا في داخل المشفى وخروج المشفى عن الخط. يا أبو أحمد خلي كل شيء حوالين المشفى، إذا ما في طيران يطلع بسرعة. يا ابو احمد خلي كل شيء حوالين المشفى، اذا ما في طيران يطلع بسرعه. Thank you.